ممكن حضرتك تسيب اللي في ايدك حالا وتركز معايا؟ ايوه بكلمك انت، لاننا النهارده هنحاول نفك الاشتباك اللي موجود بين الفيرب لاي والفيرب لاي، اللي مش انت وانا بس اللي عاملين عليه مشكله، لا ده كمان الناس النيتف اصحاب اللغه بيتلخبطوا فيه، مش عارفين امتى يستخدموا لاي وامتى يستخدموا لاي. يلا بينا. اهلا بيكم. الفرق بين لاي ولاي في كل اللي جاي خلال الفيديو لازم تميز بين ثلاث حاجات: التصريف بتاع كل فيرب منهم، المينينج المعنى المطلوب، تالت حاجة هل الفيرب ده ترانستيف ولا انترانستيف، هل هو فعل لازم ولا فعل متعدي، فعل محتاج مفعول ولا مش محتاج مفعول. يبقى انت عندك ثلاث محاور لما نيجي نفرق بين الفيربين دول: التصريف بتاعه، المعنى المينينج، وكمان هل هو ترانستيف ولا انترانستيف، هل بياخد مفعول ولا ما بياخدش مفعول. هنبدأ مع الفيرب لاي. طب ايه هي التصريفات اللي المفروض اخد بالي منها في التفرقة؟ شكل الفيرب في البريزنت سيمبل في المضارع البسيط طبعا، وفي الباست سيمبل في الماضي البسيط، والباست بارتيسيبل اللي احنا بنسميه البي بي او التصريف الثالث، وكمان البريزنت بارتيسيبل اللي هو لما نحط للفيرب اي ان جي. شكل لاي في المضارع البسيط يا اما الفعل في المصدر او لاي بتلاقي نفسك تحط لها اس، لاي او لايز. في الباست سيمبل في الماضي البسيط بيبقى لايد، والتصريف الثالث لايد. طيب الاي ان جي عادي جدا، بجيب لاي واضيف لها اي ان جي. المعنى الاول اللي عندنا انك تو بوت او انك بليس، تو بوت او بليس سمثينج داون، يضع، يحط حاجه. لاي انك تحط حاجه، تو بوت او بليس سمثينج داون. طب هل هو محتاج مفعول؟ ايوه، وده الفرق الجوهري اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منه جدا. ان الفيرب لاي، لايد، لايد او لاينج، بجيب بعديه مفعول، بجيب بعديه اوبجكت، فبقول ان البيبل الناس lay something، الناس lay something، الناس بتضع شيء معين. مثال بيقول لي my son، ابني، السبجكت ماله، laid، laid الفيرب بتاعنا، his hand on my shoulder، معناها انه put his hands on my shoulder. يبقى lay هنا جايه في شكل الباست سيمبل، جايه في شكل الماضي. مثال تاني لو شفت الصوره ديت وبقول لنفسي what did this man do، هو عمل ايه الراجل ده قدامي؟ هقول بالعربي وضع البيبي في سريره او في السرير، وضع اسمها put، بس النهارده هقول بقى he laid the baby on the bed. He subject laid الverb، object المفعول on the bed. مثال كمان معانا بيقول she laid the tray down the table، هي laid وضعت put the tray اللي هي الصينية down the table على المنضدة او على الترابيزة. اما المثال الاخير ده بفضح بيه واحد صاحبي عزيز عليا، ده ما شاء الله أول ما بيحط دماغه على المخدة بيروح بيسافر بينام على طول. الناس كلها تقعد تفكر في اللي بيحصل في الدنيا وفي كورونا وكل اللي بيحصل، لا ده بينام، ده بيسافر. فبيقول I fall asleep، أنا بتقلب على طول، أنا بروح في النوم، أنا بقع في النوم أو بسقط في النوم. As soon as I lay my head، بمجرد ما put، ما بضع my head on the pillow،
بحط راسي على المخدة. الله يبارك لك والله، يعني ربنا يرزقنا اللي انت فيه. يبقى ده اول استخدام بالنسبه لنا، انك تحط حاجه اسمها تو لاي، لاي لاي الماضي منها لايد، لايد احط لها اي ان جي، لاينج. ايه العامل المشترك فيهم كلهم؟ انهم كلهم ترانستيف، ان فعل ترانستيف فعل متعدي بياخد مفعول. هنا وضع ايه؟ هيز هاند، هنا وضع البيبي، هنا وضع ذا تري، وهنا وضعت او وضع الهيد، وضع راسه على البيلو. ولما نيجي للاستخدام الثاني من الفيرب تو لاي، هنلاقي نفس التصريفات، وهنلاقي انه برضو ترانستيف بياخد مفعول، اما الفرق البسيط هيبقى المينينج المعنى. المره دي معناها تو بريبير سمثينج، انك تجهز لحاجه، والاستخدام الاهم انك تو لاي او انك تو سيت ذا تيبل قبل الاكل. اول مثال بيقول ذا فود از ريدي، يا ابني الاكل خلاص جاهز. بليز كود يو لاي ذا تيبل، كود يو لاي ذا تيبل فور مي بليز. Lay the table. Lay the table. Lay the table. المثال الثاني لما أختك بتتشرط عليك وتقول لك I will cook the dinner، أنا هعمل لك العشاء، if you lay the table، لو أنت وضبت السفرة. المثال الثالث Joan was laying the table، لما أنا وصلت البيت Joan was laying the table، Joan كان بيوضب السفرة. أوكي، يا إما تيجي في شكل قلنا مضارع lay، أو ماضي laid، أو بالing زي ما أنت شايف laying. ونوصل مع بعض للاستخدام الثالث من lay. احنا لسه في نفس الفيرب بنفس التصريفات ونفس الحالة، انه transitive، الا انه لمعنى ثالث ورائع جدا، وهو to produce eggs، يضع او ينتج البيض. ايه اللي بينتج البيض؟ الهنز، الفراخ، chickens، او البيردز بشكل عام، وفي مجموعة من الحيوانات أو الزواحف أو غيره بتطلع لنا بيض. lay lay eggs، يبقى الإكس دي أدي المفعول lay eggs. هل ممكن تتصور أو تتخيل إن في بقرة بتبيض؟ أنا هجيب لك بقرة بتبيض. تاتا، شايف البقرة بتبيض؟ شايف بتبيض، لكن أنت بتقول لي أنت ما شاء الله ناصح، تقول لي يا مستر ما تضحكش عليا، cows don't lay eggs، cows don't lay eggs، ده فوتوشوب يا مستر. اوكي يا راجل ماشي، cows don't lay eggs، ان البقر لا يبيض، البقر لا يبيض، cows don't lay eggs. يبقى هنا الفاعل الكاوز، don't lay ده الفيرب، وادي الاوبجكت المفعول، يبقى ده فعل transitive، فعل متعدي بياخذ it needs a direct object، محتاج مفعول. مثال تاني the flies، الذباب، the subject، lay الverb، their eggs الاوبجكت المفعول، on uncovered food على الطعام المكشوف. اوكي، وبالتالي المفترض ان احنا نغطي الفود بتاعنا cover food عشان خاطر ما نصابش بالامراض. turtles اللي هي السلاحف، lay their eggs on the beach at night، ان هي بتبيض او بتضع الايجز بتاعها on the beach at night، subject verb object. يبقى برضو العامل المشترك في الثلاث جمل دول ان بعد كلمه lay عندنا مفعول eggs. اوكي، يبقى خدنا direct object، خدنا مفعول، وده كان الاستخدام الثالث للverb to lay. ونوصل مع بعض دلوقتي للفيرب to lie. الفيرب to lie لما تيجي تشوفه قالك ان احنا هنتعامل معاه على شكل من الاثنين، يا اما فعل regular، فعل منتظم، يعني لما اجي اخليه ماضي او تصريف ثالث بحط له حرف الدي وخلاص، تبقى lied lied. الشكل الثاني irregular، غير منتظم، وده اللي عامل مشاكل. التصريف الثاني بتاعه بيبقى lay، والثالث بيبقى lain. مستر انا بشبه على ده، احنا لسه واخدينه من شويه، هو طلع بدورين للاسف. ايوه
وده اللي عامل بروبلم كبير. قبل ما نخش في استخداماته او معانيه، في خبر سعيد للفيرب لاي. الاثنين الريجلر والريجلر بيشتركوا في صفتين. الصفة الاولى ان لما تحط ing، لما تحط ing للفيرب لاي هتلاقي ان اخره حرفين متحركين، اثنين two vowels. علشان احط ing لي فحضرتك بتروح محول الحرفين المتحركين دول الى y ثم تحط لي ing عادي، فهيبقى شكلهم سواء كان regular او irregular في ing بالشكل ده. تمام. ايه الشيء التاني المشترك بينهم؟ ان الاثنين intransitive، الاثنين افعال لازمه، افعال لازمه بمعنى انها it doesn't have a direct object، يعني ما بياخدش مفعول. فهنبدا مع بعض بالirregular. هنبدا بالغير منتظم. الغير منتظم شكله في المضارع عادي جدا، الفعل في المصدر عادي جدا، او بزود له اسم. تمام. طيب شكله في الماضي قلنا من شوية لاي، وده اللي عامل مشكلة. وشكله في التصريف الثالث لين، والاي ان جي انت خلاص بقت رائع جدا، فهنحط له اي ان جي بعد ما نحول اخر حرفين لواي. يبقى ده بالنسبة للتصريف وبالنسبة انه فعل لازم. وهنا تبقى المعاني. فليه ثلاث معاني مهمة؟ المعنى الاول to be on a surface in a horizontal position، في وضع افقي. يبقى معناه بالعربي يرقد، ينام، يستلقي على شيء، على السرير، على الكنبة، على الارض، ايا كان المكان اللي بيستلقي فيه. ومع اول مثال نشوف الصورة هنا، فبنقول what was the mechanic doing، ايه اللي كان بيعمله الميكانيك هنا؟ what was he doing؟ The mechanic was lying underneath the car. رأيت تحت العربية مستلقي بصلاحها. أوكي؟ طيب هل كلمة lie بمعنى يرقد، هل جاء بعدها مفعول؟ لا، ده حرف جر. أوكي؟ يبقى underneath the car. أمثلة كمان لما أقول to lie in bed، أرقد في سريري. To lie on a beach، أرقد على شط. To lie on your side، يرقد على جنب. هنا الفعل في المصدر. اوكي، عايز اخليها ماضي lay، عايز اخليها تصريف ثالث lain، عايز احط لها ing تبقى lying. تنساش. قبل ما اجيب مثال كمان حذفت لك التصريفات عشان عايزك تخمنها انت لوحدك دلوقتي بسرعه، خمنها. اوكي طيب نسيتها، ارجع للفيديو. I lay on the sun for too long and got a tan. أنا عايز أسألك سؤال، ليه هنا تصريفها إيه؟ present مضارع ولا past ولا past participle ولا present participle؟ I lay in the sun for too long and got a tan. حد يقول لي يا مستر دي المصدر بتاعت lay. لا، أولا ما فيش مفعول، ده هنا مكتوب in the sun عشان ما تتلخبطش، هنا مكتوب in the sun ما فيش مفعول. طيب ده جر ومجرور. وكمان ما ينفعش اقول انا ببيض في الشمس. يا ما شاء الله انت بقيت بتبيض، مش عارف، شوف بقى نفسك. هل معناها هيوضب السفره او يوضب ترابيزه الاكل؟ لا. هل معناها يضع شيء؟ انا وضعت في انا وضعت في الشمس. وضعت ايه يا ابني؟ ركز، بتعمل ايه؟ بتقول ايه؟ يبقى هنا I lay ده الماضي من lie بمعنى يستلقي او يرقد، ينام. يبقى هنا I lay in the sun for too long and got a tan، وخدت tan. نوصل للاستخدام الثاني لـ to lie الغير منتظم. معناها to exist or to be there. طب بالعربي يوجد في مكان ما، أو يقع في مكان ما، يتواجد. وبرضه احنا لسه مصرين ان ما بياخدش مفعول، يبقى نفس التصريف وما بياخدش مفعول برضه، لكن المعنى مختلف. ناخد مثال بيقول the ship has been lying on the seabed for more than 50 years. السفينه تقع
توجد on the seabed for more than 50 years. The ship, subject الفاعل, has been lying, the verb, تقع on the seabed, في قاع البحر. يبقى هنا lie بمعنى to be there, إنها موجودة, إنها exist. مثال كمان بيقول إن a pen lay on the desk. A pen lay on the desk. إن كان في ألم موجود على الديسك. مثال كمان the team is lying second in the league. The team, فريقي مثلا, is lying second in the league. يقع في المركز أو يوجد في المركز الثاني in the league في الدوري. وانت أكيد عارف أنا قصدي أي فريق بالضبط. ما تقولش عيب. مثال أخير على نفس المعنى, وده المعنى اللي بيستخدم مع الجغرافيا. لما يقول لي the town lies between Rome and Florence. أن هذه المدينة تقع بين Rome and Florence. Algeria lies in Africa. الجزائر تقع في قارة أفريقيا. لما نيجي للاستخدام الثالث لto lie, لما أقول إن لو فيه F responsibility مسؤولية, blame لوم, decision قرار, choice اختيار ما, etc. إلخ, lies with someone. بقول لو فيه مسؤولية أو لوم أو قرار أو choice بيقع على عاتق فلان شخص ما, هنا أقصد lies بكلمة lies with someone, إن الشخص ده they have responsibility, they must make the decision, إن يقع عليهم المسؤولية أو إن هم اللي يتحملوا مسؤولية أو لوم أو اتخاذ قرار أو القيام باختيار معين, لأن هذه الأشياء lies with them. مثال لما أقول إن responsibility for the disaster, أن مسؤولية الكارثة, must lie with the government, يجب أن تقع تحت مسؤولية أو على مسؤولية الحكومة. Responsibility for the disaster must lie with the government. من المفترض أن هذه المسؤولية تقع على عاتق أو على كاهل الحكومة. مثال كمان بس على شكل question, سؤال, لما تحصل مشكلة معينة فنسأل Where does the blame lie? Where does the blame lie? على من يقع اللوم. لما نحب نلوم حد بتلاقي في الآخر اللوم كله وقع على مين؟ على حضرتك. وهنا نوصل للشكل الثاني من lie, وهو قلنا lie المنتظم. ومعنى منتظم قلنا إنه هيبقى في المضارع lie أو lies, في الماضي lied, والتصريف الثالث هيبقى برضو lied. ولما اجي احوله لل ing انت خلاص بقيت رائع, فهنحط له ing. وبرضو عرفنا انه intransitive. طب المعنى بقى, معنى to lie المنتظم, افتكر to lie المنتظم معناها not tell the truth, to say something that is not true, أو بالبلدي كده يكذب. جاية منها كلمة liar كاذب, جاية منها lying الكذب. وهقول لك على سر بالنسبة للفيرب ده, إنه بياخد حرفين جر to أو about. to شخص, يكذب على شخص. lie about يكذب بخصوص شيء. lie about he lied to me, هو كذب علي about his age, كذب علي بخصوص عمره. ونروح للأمثلة. movie stars نجوم الأفلام movie stars always
lie about their age. دايما بيكذبوا about their age بخصوص عمرهم. تكون عندها 80 سنة وتقول لك أنا عندي 17. مثال تاني both witnesses. كلا الشاهدين lied to the police about what happened. Lied to the police about what happened. يبقى قلنا lie to شخص about something. كذبوا على الشرطة فيما يتعلق بما حدث. مثال آخر she had lied to protect her son. She had lied to protect her son. لماذا كذبت؟ To protect her son. لكي تحمي ابنها. باباك يلاقي مناخيرك طولت فيسألك ويقولك ولد are you lying to me? Are you lying to me? بتكذب عليا يا ولد؟ من الأمثلة الأربعة اللي قدامي أخدت بالك إن lie في المصدر في المضارع lied باص سين بالماضي بسيط هنا had lied يبقى ده تصريف ثالث عشان بعد هات وهنا في الشكل الأخير اللي هو بإضافة ing ونيجي مع بعض للخلاصة دي سيادتك الأشكال الثلاثة اللي احنا أخدناها واحد to lay واثنين to lie إيه اللي عامل لي مشكلة؟ المشكلة الرئيسية إن الفعل الأصلي المصدر من الverb to lay متشابه مع التصريف الثاني للverb to lie بمعنى يرقد أو يستلقي أو يوجد مش بس كده تاني معضلة عندي إن الverb to lie ليه شكلين واحد irregular غير منتظم واحد regular منتظم وده ليه استخداماته وده ليه استخداماته المعضلة الثالثة كمان إن الـ ing بتاعهم متشابه فالدنيا متشابكة جدا فحضرتك تركز على التصريف المعنى وهل هو transitive فعل متعدي ولا فعل لازم في حل بسيط وصغير جدا لما تيجي تشتغل عليهم وإيه هو الحل الحقن بيه؟ هقول لحضرتك إن الاستخدام الأول to lay محتاج مفعول الفيرب ده محتاج مين؟ مفعول حضرتك أما الاستخدامين ده سواء قلنا regular أو irregular لا يحتاج إلى مفعول إيه الأخبار؟ دماغك ساحت؟ ولا فهمت الكلام اللي تقال؟ ما تحكمش على نفسك فيه تيست دلوقتي من 10 جمل أنت هتحله انت هتحله ما تخافش وما تنساش تقول لي جبت كام من 10 في التعليقات but don't lie to me I trust you يلا يا بطل اكيد حضرتك دلوقتي جاهز للامتحان وريني نفسك بقى وريني مهاراتك نشوف كده الحل مع بعض I am not feeling well أنا تعبان I am going to space down for an hour أنا هعمل إيه كده لمدة ساعة اسأل نفسك سؤال مهم جدا to بعدها الفعل فين في المصدر بس هل فينا مفعول ولا ده حرف جر ده حرف جر يبقى أنا عايز أستلقي أريح شوية relax تبقى إيه lay or lie التانية Could you the cookies out on a tray? ممكن إيه كده الكوكيز الكيكس على صينية. Cookies ده object مفعول. Could بعدها الفعل في المصدر. ودول قلنا ينفع ده مصدر وينفع مصدر حسب المعنى. فبقول لك ممكن لو سمحت إنك put إنك تضع. أوكي؟ فين بقى هنا put؟ برافو عليك. Number three. بيقول لك the babies ماله in the stroller in the hallway طبعا stroller دي اللي هي عربية البيبي in the stroller ده حرف جر يعني مفيش مفعول يبقى الولد ايه عايز اقول نايم
مستلقي أو موجود. يبقى إز يبقى لاينج الولد بيبيض. نو no. لاينج نايم. ذيف سبيس ذا نيو جراس بات ذي هافنت واترد ات يت. فعايز أقول هم جهزوا خلاص الجراس، جهزوه خلاص أو وضعوه خلاص، زرعوه يعني، لكن لسه ما سقيهوش لحد دلوقتي. عايز تصريف ثالث بمعنى prepare، يعد أو يجهز. جدع أقول لي ده التصريف الثالث من إيه؟ لين. التصريف الثالث من إيه؟ برافو، من lie. لكن laid التصريف الثالث من إيه؟ من lay. يبقى مين فيهم اللي كان بياخد مفعول؟ تمام، برافو عليك. laid. رقم خمسة، I on the sofa for a while but I didn't fall asleep. مش زي ناس، انا فضلت رائد على الصوفة لفترة طويلة لكن ما عرفتش انام. يبقى هنا on the sofa ده جر ومجرور، يعني ما فيش مفعول. افتكر ان lied المنتظمة اللي بحط لها حرف الدي لها معنى واحد فقط وهو كاذبة. يبقى الماضي من كلمة lie يرقد او يستلقي lay، ده الماضي من lie بمعنى يرقد او يستلقي. ليه اخترت ماضي؟ عشان هنا didn't fall asleep ده ماضي، هما الاثنين ماضي بس المنتظم بمعنى كذبة أو كذبة. My neighbor about the cost of the fence materials. بخصوص التكلفة بتاعة معدات السور، عمل سور فما قاليش على الكوست، على التكلفة. أولا في هنا إيه؟ حرف جر يعني ما فيش مفعول. laid الماضي من مين؟ من lay، يضع أو يغيض أو يجهز. بتاخد object مفعول، لكن هنا كذب بشأن. برافو، وقلنا ان lie يكذب يا اما to شخص يا اما about شيء. the envelopes المظاريف اللي بيتحط فيه الجواب. the envelopes have been ايه كده on my desk since Friday. on my desk يعني عايز اقول انها موجودة، موجودة على الديسك بتاعي من يوم الخميس، من يوم الجمعة. حرف جر. lay بمعنى يضع شيء او يبيض، بتاخد object مفعول لكن هنا مفيش مفعول، يبقى lying. اوكي، الاصلها كانت lie on بمعنى تقع او توجد على الديسك بتاعي. رقم 8، is it okay if my grandma down on the bench. down on the bench هل في مفعول؟ no. lays محتاجه مفعول تبقى lies. جبت كام لحد دلوقتي؟ كم من 10؟ number 9، the chickens الدجاج الفراخ their eggs. now we are waiting for the eggs to hatch. hatch معناها يفقس، يفقس البيض، يفقس يعني طلع حاجات كتاكيت صغيرة. اولا في مفعول، مين فيهم بياخد مفعول؟ لين ولا ليد؟ طبعا بعد هاف او هاز بجيب التصريف الثالث، يعني ده اسمه الباست بارتيسيبل، التصريف الثالث اللي كان بياخد معاه مفعول اللي هو كان اصله مين؟ لاي. طب لاي الماضي منه ليد والتصريف الثالث ليد، يبقى هاف ليد. يبقى the chickens have laid their eggs، باضت أو وضعت البيض بتاعها. number 10، رقم 10، بيقول I'm sunburned، جسمه اتحرق من الشمس. ليه؟ I out in the sun. out in the sun حروف جر مفيش مفعول. out in the sun all day yesterday، امبارح طول اليوم. خد بالك ان ده ماضي. طب ما هو الاتنين ينفعوا ماضي، بس بقول لحضرتك ان اللي اخره الماضي المنتظم اللي آخره دي بمعنى يكذب. I lay. I lay out. أنا استلقيت أو كنت مستلقي في الشمس طول اليوم امبارح. عايزك تفرحني وتقول لي إن أنت جبت 10 من 10 في الكويز ده. لو جبت أقل من 7 لو سمحت عشان خاطري ارجع شوف الفيديو مرة تانية.
وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. لو انت شايف ان الموضوع كان صعب ارجع تاني للفيديو من الاول، وبالتدريج والتكرار هتلاقي الموضوع بدأ يبقى اسهل واسهل. وانا بقى مش هقعد افكرك كل شوية باللايك والشير والسبسكرايب، اكيد انت كبرت وبتعمل الكلام ده لوحدك. اشوفك ان شاء الله في حلقة جاية. كان معاكم ياسر جبر، السلام عليكم.